تنفيذا ل يعني ما جاء في البرنامج الحكومي والمشاريع اللي على عاتق شركة على عاتق الوزارة، من بالأخص موضوع الغاز. شركة غاز جنوب يعني هي وقع على عاتقها تنفيذ عدة مشاريع لاستثمار الغاز. احنا امام مسؤولية كبيرة حقيقة، لان تعرفون دولة رئيس الوزراء دائما في مؤتمرات تصريحات يأكد على موضوع الغاز وأهمية الغاز للبلد، باعتبار لحد الآن يعني هناك كميات من الغاز بحاجة إلى البلد، وقسم من عدة يستورد من الخارج. فهناك عدة مشاريع، احنا باعتبار شركة غاز جنوب مسؤولة عن استثمار كامل الغاز في المنطقة الجنوبية وبالأخص في محافظة البصرة، وباعتبارنا احنا الشركاء الأكبر في يعني شركة غاز البصرة، نمتلك 51% من هذه من أصول هذه الشركة. وضعنا خطة مشتركة لاستثمار كامل الغاز بالحقول المستهدفة لهذه الشركة، واللي هي ثلاثة حقول رئيسية تعتبر من أكبر الحقول المنتجة للنفط في البصرة، وهي حقل الرميلة الشمالي والجنوبي، حقل غرب القرنة واحد، وأيضا حقل الزبير. اليوم كان أحد المشاريع اللي نفذتها شركة غاز البصرة وغاز الجنوب أيضا، هو اليوم افتتاح كابستين بطاقة 32 مليون قدم مكعب. هذه المرحلة الثانية الحقيقة من هذا المشروع. المرحلة الأولى تم بناء 4 كابسات وتم استثمار 40 مليون قدم مكعب من هذا الغاز، بقت كميات تحرق. هناك مرحلة ثالثة لاستثمار بقية الغاز المحروق، وإحنا في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية لهذا المشروع. يعني أمس كان هناك اجتماع للجنة الإدارة العليا لشركة غاز البصرة، وباعتبار مدير عام يعني شركة غاز الجنوب هو رئيس اللجنة العليا لإدارة شركة غاز البصرة، تم طرق هذا الموضوع وتم تخصيص مبلغ بحدود 27 مليون دولار لتنفيذ هذا المشروع، وهو عبارة عن 5 كابسات ستنصب. احنا يعني الأسس الخرسانية لهذا المشروع، إذا حضرتكم لو كنتم مطلعين على بنفس يعني المساحة اللي هي موجودة كاملة، وسيتم إن شاء الله بناء 5 كابسات. هذه ستستوعب 80 مليون قدم مكعب من الغاز إن شاء الله. من المؤمل إذا تمت الإحالة خلال هذه السنة أن في منتصف العام القادم أو نهاية العام القادم كحد أبعد نستثمر 80 مليون قدم مكعب. هذا راح يساهم أيضا في تقليل كميات الغاز المحروق، وأيضا رفض الشبكة يعني الوطنية اللي تجهز الغاز إلى محطات الكهرباء. وأيضا نقطة مهمة أنه هذا الغاز اللي يستثمر سيقلل من الانبعاثات الهيدروكربونية اللي تسبب تلوث البيئة وغير ذلك. هذا مجمل ما يعني جاء في هذا المشروع هذا اليوم. هناك مشاريع أخرى لدى شركة غاز البصرة وشركة غاز الجنوب في نفس الوقت نعمل على يعني تنفيذها. كما صرحنا سابقا هناك مشروع الاستثمار أو زيادة الطاقة السعة الاستيعابية لشركة غاز البصرة بحدود 400 مليون قدم مكعب، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها إن شاء الله في بصرة إنجيل في أرطاوي. هذا إن شاء الله في منتصف هذا العام سيتم إدخال الغاز إلى هذا المشروع بطاقة 200 مليون قدم، وفي نهاية العام أو كحد أبعد الربع الأول من العام القادم سيتم إدخال الغاز إلى المرحلة الثانية، وبذلك ترتفع الطاقة الاستيعابية لشركة غاز البصرة إلى 1400 مليون قدم. هذا من جانب غاز البصرة. هناك مشاريع أخرى، لكن هذه مشاريع تعتبر يعني تكميلية كمشاريع التصدير وغيرها، لكن هذا فيما يخص استثمار الغاز. من جانب نحن يعني شركة غاز الجنوب حاليا احنا ماضين مع شركة توتال في استثمار الغاز في من 3 حقول رئيسية اللي هي حقل مجنون وحقل غرب القرنة واحد
وأيضا حق الأرطاوي نفسه بعد تطويره، وهذا واصل إلى مراحل متقدمة. إحنا وقعنا العقد بانتظار تفعيل العقد إن شاء الله، وهذا سيتم استثمار ما يقارب حسب التصاميم يعني لهذا المشروع إلى 600 مليون قدم، وبالتالي نصل إلى 2000 مليون قدم مجمل الكميات الغاز اللي تنتج في محافظة البصرة. أيضا مع ابن عمر إحنا مضينا مع إحدى الشركات في طور يعني التفاوض معها لاستثمار غاز نهر عمر، وتعرفون نهر عمر هو من الحقول القريبة يعني للمحتوى المحلي، قريبة على المناطق السكنية وتسبب التلوث وغيرها. نعم نستثمر ما يقارب 80 مليون قدم مكعب منها بشكل مباشر، لكن كل الغاز اللي بالضغوط المنخفضة يحرق وهو اللي يسبب التلوث هذا. فإن شاء الله بعد نجاح المفاوضات مع هذه الشركة سيتم المباشرة ببناء وحدات لمعالجة 150 مليون قدم وصولا إلى 300 مليون قدم إن شاء الله. وإن شاء الله عازمين، يعني هذه مهمة صعبة ومكلفة بها شركة غاز الجنوب، كوادرها إن شاء الله هم قادرين على المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي، ومن الله التوفيق إن شاء الله.